مرحبا، جاني سؤال عن كيف تغلبت على رهبة المسرح أو رهبة الجمهور، وحاب إني أسوي فيديو وأنشره إن شاء الله تعمل فائدة. أنا عندي رهبة المسرح وحاولت أتغلب عليها، وحاولت أسوي زي كيف إنه الواحد يرمي حاله بالمسبح على أساس إنه يتعلم، فما زبطت. إيش كنت أسوي؟ كنت أعزم أصحابي وأصدقائي وأسوي لهم دورة على الإعلام الاجتماعي اللي هي المادة اللي أنا بعرفها، بس كان عندي ستريس عالي، ما كنتش أعرف أحكي مليح، فما ساعدتني. فبعدين قررت إني أشوف شخص متخصص، فرحت على شخص متخصص وحكت لي السبب ممكن يكون نقطتين. النقطة الأولى يمكن ما يكون عندك محتوى كافي، فثقتك بنفسك بتكون واطية، أو إنه بكون في سبب نفسي تاريخي قديم عميق. فحكت لها بالنسبة للمحتوى، الحمد لله أنا المحتوى عندي كويس لا بأس به، فأكيد هو شغلة نفسية. حكت لي طيب خلينا نتذكر لما أنت تكون في الموقف واقف على المسرح وعرقان وستريس، إيش بتفكر؟ إيش هي المشاعر اللي بتيجي عليك؟ فصرت أفكر إيش هي الخوف، إيش كذا، فتوصلنا إنه بكون الخوف من الاستهزاء. الخوف من الاستهزاء هذا هو أكبر خوف بصيبني وأنا واقف على المسرح. فحكت لي لازم نعرف شو الأصل تبعه، فضلينا نفكر وضليتني أنا أفكر بالموضوع، ما عرفتش يعني. بس بعد يومين ثلاثة من التفكير العميق إجتني القصة، وتذكرت إنه يوم من الأيام بالمدرسة، كنه بالصف الرابع، كان الرياضة، حصة الرياضة أصبحت لأول مرة ما تحسب بالشهادة، وكنا متجمعين هيك صفين ولا ثلاث صفوف مع بعض بالجيم، وانا كنت بضحك وصوتي عالي وهذا، فاصحابي بيحكوا لي اهدى الاستاذ اللي بسمعك. قلت له معلش اسمع، العلامات ما راح تاثر علي. فسمعني الاستاذ وحكى لي، صعب يعني، كان بده يسوي درس، فطلب مني اسوي بوش ابس تقريبا 10 ولا 20 مره، انا كنت بعرف اسوي وحده. فوانا عم بسوي صاروا اجري يرجوا هيك، والولاد صاروا يضحكوا، فصار في استهزاء ان بابليك. فاي ثينك هذه كانت التاريخ، هذه كانت هلا عرفنا احنا شو المشكله، عرفنا نحط اصبعنا على المشكله اللي هي خوف من الاستهزاء. فعطتني اكسرسايز انه طريقه التنفس، لما اروح على قبل ما اطلع، اول شيء لازم الواحد يكون متمكن من الماده، يراجع الماده، يحكي، لما يراجع الماده يحكيها كلام مش بعقله. وبعدين قبل المحاضرة انه يصير يتنفس، مش متذكر بالضبط 2 1 2، بس يعني ياخذ نفس عميق لكذا مرة. بعدين عشان الفيلينجز والستريس والانكزايتي لازم نيوترلايز المشاعر هذه، يقضي عليها. طريقة واحدة حكت لي عجبتني، حكت لي فكر بشخص لما تفكر فيه بيسوي نيوترلايزيشن للمشاعر اللي عندك، بتنسى الهموم او المشاعر عندك. فانا فكرت، وكانت هي بنتي ليلى، بنتي الكبيره. فصرت مثلا كل ما اروح بطلع على المسرح اخذ البريدنج اكسرسايز، اكون متمكن من الماده تبعتي، مراجعها قبل بيوم. بعدين اصير افكر بليلى، بعدين افكر باول دقيقتين بالضبط ايش بدي احكي، اكون حافظهم صم. فلازم الانترو تكون قويه عندي، يعني لازم جوك معينة أو أعرف بالضبط التعريف تبعي إيش هو، هذا لازم أكون تاس تو بي سوليد يعني. فبحفظ أول دقيقتين لأنه الستريس بكون بس بأول كم دقيقة، فبحفظ أول دقيقتين أول ما ببدأ فيهم، بعدين كل إشي بمشي وإن شاء الله على خير. فشكرا جزيلا، ونراكم في الحلقة القادمة.